لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يبحث المنتخب الوطني المغربي عن التأهل إلى الدور النصف النهائي، وذلك عندما يلاقي نظيره المنتخب المصري في الدور الربع النهائي لكأس أفريقيا بالكاميرون. وقدم المنتخب الوطني المغربي مستوى جيد في المواجهة السابقة ضد منتخب مالاوي، وذلك بعد فوزه بهدفين مقابل هدف واحد عبر المهاجم يوسف النصيري والمدافع أشرف حكيمي. وتبقى أحسن تشكيلة للمنتخب الوطني المغربي لمواجهة المنتخب المصري في حال عدم وجود أي إصابة الاعتماد على ياسين بونو في حراسة المرمى. على مستوى خط الدفاع الاعتماد على غانم سايس ونيف أكرد كثنائي في محور الدفاع، وإشراك من أداما سينا وأشرف حكيمي على مستوى الأطراف كجناحي دفاع. وعلى مستوى خط الوسط يجب الاعتماد على سفيان أمرابط في الارتكاز، وإشراك عمران لوسا وسليم أملاح في خط وسط المنتخب الوطني المغربي. أما على مستوى خط الهجوم يجب الاعتماد على طريقة سودالي وسفيان بوفال في الأجنحة، وإشراك ريان مايي في قلب هجوم المنتخب الوطني المغربي. وتقام المواجهة بين كلا المنتخبين يوم الأحد 3 يناير انطلاقا من الساعة 4 مساء بالتوقيت المغربي والساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، وذلك في الدور الربع النهائي لكأس أفريقيا بالكاميرون. للإشارة المقابلة بين كلا المنتخبين ستنقل على قناة بي إن سبورتس ماكس الأولى والثانية، بالإضافة لقناة الرياضية المغربية على البث الأرضي.